سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. ووصفتنا اليوم كما تشوفوا باش نحضروا مع بعضنا هريسة حلوة تونسية. أما هريسة اللوز بتاعنا لليوم مختلفة شوية، باش نعملوا مع بعضنا هريسة حلوة ثلاثة طبقات فيها اللوز والفستق والبفريوة، نجم نسميوها هريسة البال. كما هكا عرضتني الفكرة وحبيت نجربها ونشاركها معاكم بطريقتي الخاصة. سبق وشاركت معكم الروسيتا هريسة حلوة ناجحة 100%. جربوها برشا ورجعوا لي بالتعليقات نتاعهم. اليوم باش نشارك معكم الفكرة هذه بطريقتي الخاصة، يعني باش نحاول نعملها من غير عظم. الروسيتا اللي ريتا فيها العظم، وان توكا تنخليكم الرابط نتاع الفيديو اللي اخذت منه الفكرة من قناة ايمان زهر المطبخ التونسي. الفكرة بالحق تنجح على الاخر. خليكم معايا باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش حضرناها. اول حاجة هنا باش نحضر مع بعضنا الشحور. هنا الشحور باش نعمل 3 كيسان ماء، عليهم 3 كيسان سكر. تنجم تزيدوا في الكمية اذا كانت تحبها مشحرة، لكن هنا الكمية هذه تجيكم بالحق معدلة. شاربة شحورها بالكدي، لا زايدة لا ناقصة. ديما الشحور بتاعنا لازمنا نحضروه من الاول على خاطر باش نزيدوه هو بارد للهريسة كي تبدا السخونة. دونك تو باش نحط الشحور متاعي على نار تكون متوسطة، باش اول ما يوصل لدرجة الغليان باش نزيدو له 10 قارص ونخليه من 20 ل 20 دقيقة، هكاك تكون كافية ونسكرو عليه. بعد ما يغلي المدة اللي قلنا عليها باش نسكروا عليه، وقتها نزيدوا التنكين تاعنا اللي باش نحطوه. هنا باش نستعمل ماء عطرجية، بطبيعة تنجمو تستعملوا ماء زهر ولا ماء ورد، النكهة اللي انتم تعجبكم اللي تكون متوفرة عندكم. باش نحطها في الاخر باش هكاكا الطعم تاعها يكون بارز اكثر وما ينقصش اذا كان حطها من الاول وتطيب مع الشحور. وتويكا بالنسبة للشحور متاعنا حضرناه، باش نخليوه على جنب كامل تفاهمنا ونخليوه يبرد ونستعملوه كيف تحضر الهريسة الحلوة متاعنا. تو نشوفوا مع بعضنا المقادير كل عادة. تو نخلي لكم المقادير الكل في صندوق الوصف، تلقاوه تحت العنوان. تو نخلي لكم المقادير بالميزان وبالكأس بالنسبة للي ما عندوش ميزان. دونك لهنا عندي المكون الرئيسي متاعي، هنا هي السميد اللي يلزم يكون سميد خشين، ما يلزمش يكون سميد رطب. سميد رطب نستعملوه كانش في البسبوسة. بالطبيعة البسبوسة بالنسبة لي يعني هي عبارة على كيكة سميد، يعني تخدم بالعظم والحليب والزيت، كل عبارة على كيك. هكا يبدا بالسميد ويبدا مشحر. ولهنا بالسميد متاعي باش نستعمل ما يقارب 900 غرام. بالكأس حكيت 6 كؤوس من كل كأس اللي تشوفوا فيه هذاك تاع كأس حليب. كيلت بيه الحليب وكيلت بيه الزيت وكيف كيف كيلت بيه السكر سادة. السكر هنا 350 غرام، ما يعادل 2 كؤوس، يعني هنا 6 كيسان سميد، 2 كيسان سكر، كاس زيت وكاس حليب. وإذا كنت تحبوا المقادير بالجرام، عندي 900 غرام سميد خشين و350 غرام سكر، 220 ملليلتر زيت، 220 ملليلتر حليب. بطبيعة بالنسبة للتنكيل هنا حضرت الماء العطرشية شطر كاس، وهنا عندي الخميرة 2 بكوات خميرة، لأن هنا الخميرة راهي مكون أساسي في الوصفة متاعنا، باش نحتاجو 2 بكوات. تستعملوا باكو وتنقصوا الكمية، تعملوا شطر الكمية يعني. وبطبيعة هنا عندي الفاكهة متاعي اللوز، خذيته لهنايا مرحي خاطر حاجتي بيه في السوق ويكون أبيض، والبوفريوة والبيستاج. وبطبيعة لهنايا الفواكه الجافة نجم نستغناو عليها ونعملوا ريسة حلوة عادية. ملاحظة صغيرة أخرى برك، من هنايا الحليب نجم نعوضوه بالياغورت، والزيت نعوضوه بالزبدة، يزيد يعطيكم مذاق أبن شوية، لكن الحقيقة أنا نحب تكون خفيفة ومذاقة الفواكه الجافة اللي باش نستعملوه يكون بارز. دونك تو ننتقل نشوفوا مع بعضنا طريقة التحضير. راهي ساهلة ما فيها حتى شيء، كما شفتوا المكونات نتاعنا ماهمش معقدين. أول حاجة حاطين المكونات اللي تشوف الكل مع بعضهم، اللي هما السمين والسكر والخميرة. هنا باش نخلطهم بالباهي مع بعضهم، معناتها يكونوا متوزعين بالباهي مع بعضهم. وبعديك ننتقل للمرحلة من بعد باش نزيدوا لهنايا الزيت. كاس الزيت كما قلت لكم تنجمو تعوضوه بالزبدة تكون بطبيعة ذايبة. والزيت لهنا الدور نتاعو باش نبسو بيه السميد، باش بعد ذلك يجينا فارك والخليط نتاعنا ما يعجنش بعد ذلك كيفاش نكملو نزيدو المكونات السائلة الأخرى.
بالطبيعة هنا نستعملو يدينا باش نلبسو السميد متاعنا بالباهي، ويتوزع الزيت على كل حبة سميد هكاكا باش تجينا يجينا العجينة متاعنا تجينا فاركة يعني. ومن بعد ما نبسو السميد متاعنا بالباهي بالزيت، ولا اذا كانت تستعملو زبدة ضروري هنا نخليه يرتاح نصيف ساعة هكاك، بان هنا باش نخليه يرتاح لطنو اللي كما تحضرت الفستق والبفريه والحيطان. دونك تويك بعد ما نصيف ساعة باش نكمل نزيد الحليب والعطرشية ونخلطهم بالباهي من غير عجنان. هنا التصوير قص عليا باش نقول لكم هنا شنو عملت، كملت زدت الحليب والعطرشية خلطت الخليط متاعي كما تشوفوا فيه، وهنا حاولت اني نقسمه على ثلاثة بالعين، رشمت بالسكينة بالشكل اللي تشوفوا فيه. هنا نجموا تاخذوا الخليط نتاعكم وتوزنوا وتسامبلوا ما تقسموه على ثلاثة، ولا تقسموا بالعين كما عملت اني نديكم كيف كيف سنة نفس الحكاية، والحقيقة هكا اسرع. دونك هنا باش ناخذ البوفريو نتاعي بعد ما رحيتها، كمية بوفريو هنا 75 غرام، نجموا تزيدوا نجموا تنقصوا. والبوفريو هنا بالطبيعة تكون معرجة باش تعطينا لون ومذاق يكون خير. دونك باش ناخذ الثلث نتاع الخليط ونخلطه مع البوفريوه، وهذيك هي الطريقه، ما فيهاش يعني برشا تعقيدات. وهنا نبدا نخلط في الخليط نتاعي حتى نحصل على خليط يكون متجانس بالطريقه هذه. حاولوا انكم ما تعجنوش يعني، بداو تنزلوا برشا على الخليط ونخلطوا. وهنا باش نزيد نكهه البوفريوه باش تزداد الاكثر في المذاق وفي اللون، بطبيعة حاجه هذه اختياريه، كان تكون متوفره عندكم ولا مش متوفره ما يقلقش. هون هنا باش نهز تويكا نحط الخليط نتاعي في القالب. القالب نتاعي هنا كبر 22 × 30 سنتيمتر، باش ندهنه بشوية زيت ونبداو نوزعو في الخليط نتاعنا في القالب. الخليط كما تشوفوا فيه باش يطرى شوية بارابور للقارب اللي نستعمله فيه، لكن بطبيعة لازمنا نقراو حساب الطبقات الأخرى اللي باش نضيفها من بعدالي. وزيد هنايا السميد راهو باش يزيد يشرب، ومفعول الخميرة باش يزيد يرتفع الحجم بتاعو، دونك باش يولي عنا الحجم يكون متناسب مع القالب اللي حضرته. نبداو نرصو بشوية بشوية حتى نكمل نوزعها بالتساوي في قشيرة القالب الكل، وهكاك باش نكمل نعمل نفس الطريقة مع بقية الفاكهة اللي عندي. وتوا باش نكمل كيف كيف نفس المرحلة، باش نكمل ناخذ الثلث الثاني متاع الخليط متاعي وباش نزيدو الفستق. وهنا بالنسبة للفستق راني بعد ما عرجت البوفريوة سكرت الفور وحطيت الفستق، يعني الفستق ما نعرجوش هكا، جيت خليته شوية في السخانة وكهو ومن بعد تالي رحيتو، يعني من المستحسن ما يكونش معرج، مش كيما البوفريوة نعرجوها ونقليوها بالباهي باش تحسن في المذاق وكيف كيف اللون نتاعها يغمق ويعطينا لون مزيان. وكيف كيف سدرنا عاودت استعملت روح الفستق كما قلت لكم باش يزيد يعطيني اكثر لون مزيان ويزيد برز لي المذاق نتاع الفستق، زين عاود كي مش متوفر تستغناو عليه عادي جدا. ولهنا باش نكمل نخلط مليح مليح حتى لين تحصل على الخليط يكون بالشكل هذاك يكون متجانس بالباهي، وباش نعاود نرصفو فوق الخليط تاع البوفريوه. هنا
مش نقعد نقول طبقة دخلت طريف للفوق باش تشد روحها ونكمل نزيد عليها الطبقة الأخرى من فوق، على خاطر إنها كيما تشوفوا فيه الخليط ماهوش خليط شاري، يعني مش باش يدخل في بعضه الخليط هكا شاد روحه، والطبقات نتاعنا من دولهم واضحين من قبل ما ندخلهم للفور. وكهو تويكا مقعدنا كانت الطبقة الأخرانية باش نعملها باللوز. هنا كيما تشوفوا فيها اللوز استعملت اللوز مفسوخ باش يجيني الكولير نتاعو هكاكا، وما نبدلليش كولير الطبقة الفوقانية سنو راهو باش يجي كأنه كيما نتاع طبقة البوفريوة. وكيف كيف زدت لنا يروح اللوز المر باش نخلط الخليط نتاعي بالباهي ونكمل نضيفوه على بقية الطبقات الأخرين اللي حضرناها. هو تو هيك مقعد لي كان باش نكمل نرسم كعبات لي ريت الحلوة نتاعي بالسكينة من تو باش بعد ليك تسهل عليها عملية القصان نتاعهم بعد ما نخرجوهم من الفور. هيك الرسم جست من فوق لفوق منقصوش كعبات نتاعنا حتى للوطة، وكهو ندخلها على فور يكون سخون مقبل على 200 درجة، سخناها من اللوطة كيف نراو الجوانب نتاعنا حمار وقتها نشعل عليها من فوق، وأول ما تحمر بدي نخرجوها. وهنا هي سخونة تويكا باش ننتقل لمرحلة الشحور باش نشحرها وهي سخونة، بطبيعة الشحور متاعنا بارد وحضرناه من قبل ما نبداو نحضرو في الريزة الحلوة متاعنا ضروري لهنا باش تتبع المرحلة هذه. وبالنسبة اللوز لهنا ما حطيتوش في كعبات الهريسة الحلوة على خاطرني باش نستعمل الفستق، والفستق كما قلت لكم المستحسن ما يتعرجش برشا في الفور. كم تستعمل اللوز؟ تستعمل اللوز مفسوخ ويكون يكون ابيض يعني ومش مقلي باش تقراو حسابها هكاك اللي تدخلو للفور باش يطيب ويحمر، سينو اني ما حطيتش باش نحط بعد ليك الفستق. وكهو باش نشحرها لان هي راهي تشرب الشحور، كمية الشحور اللي حضرتها لهنا قد معناتها لا تجيكم لا زايدة شحور لا ناقصة، تجيكم شاربة شحورها بالكدا. هاكا نزيد بشيك شوية تو هي في صافي ساعة تبدا تشرب مادام هي مازالت سخونة. وبالطبيعة لو قدرتكم نزيدو نعاودو عليهم بالسكينة ونقصو كعبات اللي هريسة الحلوة متاعنا باش الشعور يزيد يدخل أكثر وفي ساعة تشرب شعورها. ديجا ريحتها من توا ما نحكي لكمش ريحتها فاوحة فاوحة تعمل الكيف. هنا الطاجين نتاعي حسيته مصلوب شويه وليت قربته باش الشحور يكون متوزع بالبدا. كما قلت لكم الفستق باش نزيدو هاكا تو مادام نزلت الهريسه زالت ما شربت شحوركم من فوق باش هكاكا كعبات الفستق يجو لاصقين باهي في الهريسه. وكا هاو نخليو الهريسه الحلوه متاعنا تويكا ترتاح وتشرب الشحور متاعها، قد ما تخليوها ترتاح قد ما تزيد تشرب تجيكم شاتها روحها بالباهي. خليوها ليله كامله يكون كافي بطبيعة كامل باش تستعملوها للسهرة، طيبوها في الصباح سينو هاكا تخليوها نهار كامل يكون خير باش تشرب الشحور متاعها بالكديد. هنا أنا خليتها ساعتين باش بردت كومبليتمون. وكهاو بالهنا للتصوير هاكا حبيت نقصلكم وتشوفوا معايا كيفاش يكون شكلها من داخل تجي ملحق ما شاء الله اللون مزيان مش نورمال، والريحة كيف كيف وتبنى حاجة تعمل 66 كيف. ننصحكم بالحق باش نجربوها ونعطي هنايا تحية لصاحبة الفكرة بالحق فكرة تنجح مش نورمال
وبنينا على الاخر. كي وصلنا لاخر الفيديو ما تنساش باش تحطوا جيم اذا كان عجبكم الفيديو، وما تنساش باش تجربوا الوصفه تعطونا التعليق نتاعكم، واللي مازال ما اشتركش ما يفلتش يعمل اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا له الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وتوا ما تبقى لي كان باش نقول لكم بسلامه وفي فيديو جديد ان شاء الله.